مشوارنا اليوم بيبدأ من جل الديب. قصة العنطانيوس اللي تخطى سن التقاعد والعنطانيوس ما بيقدر يقعد بالبيت بده يشتغل وما عنده مردود إلا السيارة. قررنا نجدد له السيارة ورح نعمل مقلب صغير لحتى نقشط السيارة. الله يستر. ومن حبه للسيارة لا 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 جايين نعمل لك فرحة نحن. انهارت أعصابه. قصة العنطانيوس بالحلقة الجاية من ترك علينا.